إدراكا لحجم المخاطر التي تحاك لتدمير اقتصاد البلد، دشنت اليوم بمديرية مزهر محافظة ريمة الحملة الوطنية التضامنية لدعم البنك المركزي اليمني بحضور شعبي واسع. للتفاصيل، يستمر الصمود والعطاء لأبناء اليمن، حيث دشن اليوم بمديرية مزهر محافظة ريمة الحملة الوطنية التضامنية لدعم البنك المركزي اليمني بحضور شعبي واسع، إدراكا منهم بحجم المخاطر التي تمر بها بلادنا من محاولات للعدوان لتحطيم اقتصاد البلد. بشرنا اليوم في مديرية مزهر حملة دعم البنك، وهذا هو أقل واجب وطني لقيادته لمواجهة العدوان وإحراق آخر ورقة من أوراق العدوان، وسنحرقها بإذن الله وسنظهر اليمنيين العالم كما أبهرهم في الأوراق السابقة. ندشن اليوم عملية تبرع للبنك المركزي في سوق الأحد مديرية مزهر لنشتري الوطن من باعه من الأعداء. نتواجد اليوم لنؤكد العدو بأننا اليوم ندعم بالمال وغدا سنحمل السلاح ونذهب إلى الجبهات. نحن نشهد من الصباح الباكر إقبال كبير للتبرع ورفض البنك المركزي اليمني، فهذا دليل على أن الشعب اليمني معطاء كريم يجود بكل ما لديه مهما كانت ظروفه قاسية. نحن أبناء مديرية مزهر محافظة ريمة خرجنا اليوم لنشتري وطننا ممن باعه، وسوف نتصدي للصلف العدواني اليهودي السعودي بكل الوسائل وبكل الاتجاهات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ولن ينالوا منا إن شاء الله. هؤلاء اليوم أبناء مديرية مزهر ينفقون ويدعمون البنك المركزي اليمني بكل ما لديهم، وهم إن شاء الله أبناء هذه المديرية من الرجال الأوفياء الصامدون أمام العدوان السعودي الأمريكي، وهم لا يقصرون بعيدا. نحن مستعدين نتبرع بالروح بالدم بالمال. هذا عطاء الشعب الذي يحاول العدوان تركيعه، ولكن بصمودهم تذهب محاولة ذلك العدوان هباء منثورا. لقناة اليمن من اليمن، عصام الحيث محافظة ريمة.